عملية بطولية جديدة بالسلاح الناري والأبيض نفذها مقدسيان في كنيس يهودي في القدس المحتلة، قتلت 5 مستوطنين صهاينة وأصابت آخرين قبل استشهاد المنفذين. غسان أبو جمل وابن عمه عدي من سكان جبل المكبر نفذا الهجوم واستشهدا بعد اشتباك مع القوات الخاصة عقبة تنفيذهما للعملية. احنا فرحنا اصلا والحمد لله رب العالمين، نحتسبهم شهداء عند الله. نعم يا ابو مازن، اوصي لك اجوز مخدات وشويه احرام وشويه الحاف عشان نحط نغطيك كويس في الشتويه. لمين القدس؟ هي القدس لا شرق القدس، لا المقادس فقط، القدس لكل الفلسطينيه، لكل العرب، لكل المسلمين. حاله الغليان في الشارع المقدسي استمرت ردا على اعتداءات الاحتلال المستمره والتي كان اخرها إعدام المستوطنين سائقا فلسطينيا في حافلة إيجد المخصصة لنقل المستوطنين، فالمواجهات مع الاحتلال متواصلة في القدس منذ عدة أشهر. هم السبب، لو هم مش سبب كان ما بيحصلش هذا الاشي كله. هم المستفزين، يعني بيستفزوا المصلين، بفوتوا على الأقصى بيضربوا المرابطات. يعني لما هم بيستفزوش الناس الشعب، كان الشعب ما بيعمل شيء. الأعمال مش راح يصير استقرار إلا يتصعد الوضع وتصير أكبر من هيك، فبتهيألي راح تصير انتفاضة ثالثة بسبب نتنياهو. بيان عسكري للجبهة الشعبية تبنى الهجوم، فيما الرئاسة الفلسطينية من خلال بيان لها دانت العملية واصفة من قتلوا اليوم بالمصلين. محللون رأوا أن ما يجري في القدس استمرارا لحالة التصعيد التي تشهدها المدينة نتيجة إجراءات الاحتلال. أتوقع أن المسألة مسألة طبيعية جدا في ظل السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس، هي رد فعل طبيعي. كل ما نشهده في الفترة الأخيرة في الشهر الماضي من عمليات حصلت في القدس وفي غير مدينة القدس هي نتاج السياسات الإسرائيلية. اعتداءات الاحتلال المستمرة والممنهجة في مدينة القدس المحتلة دفعت الفلسطينيين لإثبات نظرية مفادها أنهم إذا ما فقدوا الأمل فإنهم يصنعون المعجزات. لقناة اليرموك الفضائية، محمد الأطرش، الضفة المحتلة.